الحقيقة احنا ك يعني مودريترز في الجلسات بنستمتع جدا باللي بيقدمه العلماء، وانا كان نفسي ان احنا يكون عندنا وقت اكبر، لان دي حاجات احنا محتاجين ان احنا نسمعها، بس للأسف الوقت احيانا بيحكمنا بشكل كبير جدا. عايزين نبدأ المناقشات بتاعتنا، وانا هقدم علمائنا مرة اخرى علشان هيطلعوا على البانل علشان نبدأ المناقشات. بس اسمحوا لي في البداية ان انا اقدم زميلي اللي هيشاركني من الأكاديمية، المحاور العلمي الدكتور احمد ظاهر، هيكون موجود معايا. على فكرة هو أيضا متخصص في الموضوع بتاع السلامة، فإحنا أنا جايب ناس علماء يعني بيناقشوا علماء قدر الإمكان. دكتورة سمية، تفضل. الدكتورة بيحط لها الميكروفون بتاعها علشان نسمع الصوت. طيب اسمحوا لي ان انا اقول ان احنا هنفتح الاول التعليق هيكون للدكتور احمد ظاهر حول اللي سمعه النهاردة في تقديمات العلماء، بحيث ان انا اخد رأيه الاول. عايز اعرف منك رأيك ايه في اللي انت سمعته، مدى امكانية التطبيق اللي بيحصل هنا ايه بالنسبة لده في مصر. حدي حضرتك تعليق لمدة 5 دقائق، وبعدين هننطلق بعدها في المناقشات بتاعتنا. الحقيقة ان الجلسة بعنوانها السلامة العامة والامن هو احد المواضيع المهمة جدا دلوقتي اللي احنا بتمس الامن القومي. والحقيقة يمكن الدكاترة من اول بداية بالدكتور ابراهيم دكتور عبد الحليم عمر، وانتهاءا مرورا بالدكتور احمد رياض والدكتورة سمية، لمسوا جوانب مختلفة في موضوع السلامة العامة والامن. بدأنا من حماية المنشآت الحرجة او الحيوية، وانتهاءا باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ان انا احقق المعايير التنبؤ والتوقع، ومرورا بالاستراتيجية الوطنية للمرونة اللي هي بترثي قواعد للتعليم والتدريب والتأهيل ووجود معيار وطني موجود لمصر. ولو احنا خصينا بالذكر محور قناة السويس، وده احد الموضوعات اللي احنا بنشير اليها دايما في المؤتمر، في اهمية واضحة ان يبقى دايما عندنا معيار ثابت. الحقيقة احنا عندنا في مصر في نشاطات وفي علوم كثيرة لإدارة الأزمات وفي أجهزة، إنما الحقيقة التكامل والترابط اللي وضح من التجارب العالمية الخارجية ده موضوع مهم جدا المفروض إن احنا نبتدي نتحرك فيه من أول الإنسان، تدريبه وتأهيله ونشر المعرفة والثقافة لموضوع السلامة العامة والأمن، وانتهاء بالتنظيم والخطط الاستراتيجية اللي بتحقق النوع ده من الوصول للأمن المجتمعي زي ما احد الدكاتره قالوا في اللقاء. ويمكن ده اللي خليني اسال اكتر، هو احنا ايه الخطوه التاليه اللي احنا نبتدي نتحرك فيها بشكل منهجي وعلمي وصولا بشكل توعوي للناس اللي موجوده في المجتمع. انا بشكرك جدا، واسمحوا لي انا ايضا يعني بما ان احنا بنتحدث بتطبيقات مباشره بشكل مباشر، كل حاجة يعني بتعود إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بنظرة عليها، فإحنا هنطلب أن حد من الهيئة بنهاية الجلسة بتاعتنا النهاردة يعلق على اللي استمعوا إليه، ويعلق على مدى إمكانية التطبيق. يعني معظم الحاضرين بيسألونا طب التطبيقات هتكون عاملة إزاي، هتستغلوا إزاي الكلام اللي بيتقال، وأيضا هتطبقوه ولا مش هتطبقوه، عاملينه ولا مش عاملينه. فهنسمع تعليق من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس بعد ما نخلص المناقشة بتاعتنا. دكتور عبد الحليم، حضرتك وانت بتقدم الجديد، ايه اللي احنا ممكن نبدأ بيه هنا يعني في مصر؟
شغال. سؤال خطير وهام. البداية هي العمل البشري والتعريف اللي احنا هنشتغل فيه. انا سعيد الاول ان اقول لكم ان اول خريج مصري يتخرج من اول دفعة من برنامج ماجستير لحماية المنشآت الحرجة والامن الدولي في كندا في جامعة كارلتون، هو ابن من ابناء قادة القوات المسلحة، وانا مش هذكر اسمه عشان ما تفتكروش ان دعاية. بعد منه تخرج ضابط مصري سابق وموجود هنا، وبقينا 4 مصريين مهندسين كهرباء وموجودين في مصر. لابد من خلق اللي احنا بنسميه الكريتيكال ماس، الكتلة الحرجة من العامل البشري. بعد كده برر له اموازي له، بعرف ايه هي المنشآت الحرجة في مصر. ما فيش شك ان اقليم قناة السويس باكمله احد المنشآت الحرجة في مصر، لانه عامل هام من الدخل القومي لمصر، وبعدين مستقبل مصر كله النهارده مرتبط بعمليه التنميه في قناه السويس. بالاضافه لكده قناه السويس جغرافيا بتقع جنوب شبه جزيره سيناء، وما ادراك ما شبه جزيره سيناء. طب انا يعني عندي في المنطقه دي، عشان نوضح اكتر، حضرتك ممكن تنظر الى منطقه او حكايه المنشات على ان هي قطاع كامل، منطقه جغرافيه كبيره جدا، وليس بالضرورة مبنى واحد أو المنشآت، ممكن يكون مشروع قومي ضخم جدا في عدة أماكن مختلفة. طيب هربط إزاي؟ هل كل مشروع وكل منطقة من دول يكون ليه خطته الخاصة، ولا ده مشروع قومي في كل الأماكن بشكل واحد؟ هو المنشآت الحرجة مش شرط حاجة ملموسة بالزبط. بمعنى السايبر سبيس اللي هو المنشآة حيوية، أيوة، ده ما هوش حاجة بتلمسها. موضوع الكهرباء أو الطاقة ما هياش ملموسة، صحيح ممكن تسحق بيها. المقصود بالمنشآت الحرجة هي كل مؤسسة بترتبط بيها الأمن القومي للبلاد. لو سقطت المؤسسة دي بتنهار الدولة أو بتسقط الدولة. وبالتالي أول خطوة مع التنمية البشرية تعريف وتحديد إيه هي المنشآت الحرجة لجمهورية مصر العربية. أديك مثل سريع، الولايات المتحدة الأمريكية فيها حوالي 18، عرفوا حوالي 18 منشأ حرج، منهم هيئة البريد. هيئة البريد هامة جدا في أمريكا. في كندا في حوالي 11، في إنجلترا في 9، مصر ممكن يكونوا 9 ممكن يكونوا 20، لكن لابد من تعريفهم وتحديدهم وإعداد الكتلة البشرية تدريبا وعلما واستعداد زي ما قال الدكتور أحمد لعملية حماية المنشآت الحيوية في مصر. فهي مش مشروعات، هي منشآت. المنشأة دي ممكن ملموسة وممكن غير ملموسة. دكتور أحمد، الاستعداد اللي حضرتك اتكلمت عنه، هل ببدأ بيه بتدريب فقط ولا تدريب وتطبيق؟ هل بحط توقعاتي أنا ولا بزود عليها؟ بتحضر إزاي إن أنا أبدأ أنظر إلى الأمور بشكل مختلف؟ طيب هلو، زي ما قلنا في المحاضرة بتاعتنا، يعني العنصر البشري أهم حاجة. لازم يبقى في ليفل مختلفة من التوعية، سواء توعية على مستوى الفرد العادي، سواء توعية على مستوى المتخصصين، سواء توعية على مستوى المؤسسة، عشان أوصل لإطار كامل أقدر أبقى أنا بقول إن أنا نفذت استمرارية الأعمال، أو نفذت المنورة التنظيمية، أو نفذت إدارة أزمات بشكل أو بآخر. العنصر البشري هو أهم حاجة. ولكن لو إحنا النهاردة بنتكلم من practical، يعني اللي إحنا بنعمله فعلا في الحكومات أو في الجهات الحكومية، سواء برا في الوطن العربي أو برا في أمريكا وأوروبا، الموضوع كله برر مع بعض. أنا النهاردة بنشر الوعي وبعلي البريز الاويرنس ده بشكل او باخر، ببتدي بحدد المخاطر بتاعتي، ببتدي اشتغل على المؤسسه بشكل او باخر، بحيث ان انا ابقى فاهم المؤسسه او فاهم البلد وفاهم ايه المخاطر المتعلقه بيها، وابتدي اقدر ابني اطار متكامل. الانتجريشن هو اهم حاجه. العالم كله دلوقتي اي حاجه بنعملها لازم يبقى فيها انتجريشن، في فرد، في مؤسسه، في محافظه، في دوله، في دول محيطه، في سلسلة توريدات لازم تبقى سلسلة توريدات مرنة، في تهديدات مختلفة، لازم أبني كل ده في إطار واضح
عشان اقدر اقول اه ده المؤسسه دي مرنه، ده البلد دي مرنه، ده المنطقه دي تقدر تجابه المخاطر اللي بتتعرض لها. كل ده بيبقى في اطار متكامل وبيبقى اطار ممنهج ومتكامل بشكل او باخر. يعني هبدا على المستوى القومي وبعدين ابدا انزل منه، ولا ابدا من تحت وابدا اطلع للمستوى القومي؟ الاثنين طبعا، الاثنين يعني الاثنين مع بعض يلتقوا في الوسط. لا يا فندم، يعني ابدا بالتخطيط على مستوى اصغر، ولا ابدا يعني بالتخطيط الاستراتيجي الاول وابدا انزل بيه؟ تمام، براكتيكال لازم يبقى فيه انفورسمنت، لازم يبقى فيه اراده واضحه في الموضوع. في اراده واضحه موجوده هنقدر نشتغل على الليفل اللي تحت او الليفل اللي فوق، بحيث ان احنا نكفر البلد كلها بشكل او باخر. الاراده اهم حاجه. وقال كلمة خطيرة بسألها بالإنجليزي، تطلع من فوق وتنزل من تحت زي ما انت عايز، يحصل تكامل. التكامل ملوش نقطة التقاء، ده تكامل شامل كله في وقت واحد. المهم ان احنا ننشر هذه الثقافة ونبدأ ان احنا نطبقها طبعا بالشكل الصحيح. بشكل صحيح. ايه الغلط اللي احنا بنطبقه او بننظر؟ احنا عارفين المصطلح، بنتعامل مع المصطلح، ولكن ايه اللي احنا بنطبقه غلط؟ يعني ايه اللي احنا لازم نبصله بشكل مختلف تجاه التطبيق ده؟ طيب انا زي ما قلت ان في قرار طلع امبارح بخصوص ادارة الازمات والحد من الكوارث. مش يعني العالم خلاص، يعني من 7 سنين الموضوع ده انتهى شوية. موضوع دلوقتي استمرارية الاعمال والمرونة التنظيمية. لازم ابقى انا النهاردة ابقى عارف الخدمة الحيوية بتاعتي ديت، مش بس ان انا افاير فايتنج او ان انا احاول اتعايش معاها او ان انا احل المشكلة، لا انا لازم اكون متوقع المشكلة الاول وعامل حسابي وعارف ان الخدمة دي لو اتقطعت النهاردة هترجع لي خلال قد ايه، هترجع خلال ساعة، هترجع خلال ساعتين، ترجع خلال 3 ساعات، ترجع خلال يوم. دوت استمرارية الاعمال. ادارة الازمات جزء من استمرارية الاعمال وليس هي اللي بتتنفذ على مستوى العالم دلوقتي. في تجارب كتيرة حوالينا في الوطن العربي او في امريكا او في يوكي بنتكلم على استمرارية اعمال البلد، ضمان استمرارية الاعمال، الخدمات الحيوية داخل المؤسسات، مرونة المدن داخل البلاد بشكل او باخر. هو ده العلم الحديث وهو ده الكلام اللي احنا المفترض ان احنا نشتغل عليه بشكل او باخر. تعليق من دكتور احمد ظاهر. بالنسبه للدكتور عبد الحليم قاله ان هو الكريتيكال انفراستراكشر والانتجريشن اللي هو موجود ما بين القطاعات المختلفه لتحديد اهم القطاعات في الدوله، هيخليني اسال سؤال يمكن اخطف المحاوره. المراكز البحثيه اللي هي بتعضد فكره وجود اليه واضحه لعملية التشابك، مين يقول أنهي أحسن قطاع، مين يقول أهم قطاع، هل يا ترى ده إحنا موجود عندنا هنا في مصر؟ لو مش موجود في مصر، هل يا ترى يبقى في نوع من المشاركة من الجهات البحثية المختلفة؟ يمكن حضرتك بتمثل أحد الجامعات اللي بيخلينا نقدر نعتمد في تحديد رؤية واضحة لعملية الكريتيكال انفراستراكشر. طب حضرتك مشرف على مركز أبحاث السلامة العامة والأمن في الأكاديمية العربية للعلوم. تمام. مركز الأبحاث بتاع السلامة العامة والأمن لو عمل دراسة علشان يحدد الأولويات اللي حضرتك بتقولي لازم يتم تحديدها، إيه المعطيات اللي أنت هتبدأ تقول للناس أو للتلاميذ أو للدارسين ابدأوا بصوا عليها عشان تحددولي ده أهم من ده؟ هو مرورا بفكرة مركز أبحاث السلامة العامة والأمن، دي كانت من الأكاديمية أن يبقى فيه نوع من تبسيط العلوم والدخول بقوة في المجال السلامة العامة والأمن. الحقيقة المركز بيقدم 3 أنشطة رئيسية: التدريب والاستشارات والأبحاث العلمية، الأبحاث العلمية المختصة بحماية المنشآت الحيوية والأمن القومي والسايبر سيكيورتي. المركز ده لما انا اقول ان انا هبتدي احدد قطاعات، طبعا بيبقى فيه هدف رئيسي هو الامن القومي. وتعريف الامن القومي ما هوش القدره على السيطره على البلاد من القوه الشامله، لا ده بيبقى امن الفرد، امن الامن المجتمعي الاقتصادي، سلاسل الامداد، التجاره،
القطاع المالي والمصرفي ضمان استمرارية العمل داخل القطاعات المختلفة. فلما بحدد النوع ده من الأولويات واشوف ايه هي المخاطر والتهديدات اللي احنا بنتعرض ليها، سواء التهديد ده وتهديد بعامل بشري او تهديد من خلال الطبيعة، فببتدي احط الخطط وتعاون مع الجهات المختلفة في المراكز البحثية المختلفة ان انا احط خطة لإدارة الكارثة، التعافي منها، نوع من التنبؤ بالمخاطر، التنبؤ بالكوارث، التنبؤ بالتهديدات المختلفة. فهو ده يمكن الأول حاجة هنقولها، ان احنا ده الهدف اللي يحركني عشان احط المنهج المختلف. هنا بقى بسبب كل إجابات حضراتكم ادخل على الدكتورة سمية يعود. هي تحدثت عن اتخاذ القرارات بناء على المعرفة معلومات. دكتورة سمية، انا النهاردة لو رحت المركز ابحاث السلامة العامة والامن حصل حضرتك نفس السؤال اللي سألته للدكتور احمد، ايه المعلومات اللي هو محتاج لها علشان يقدر يطلع لي منتج او تحليلي صح، ليقول لي دي مناطق مهمة، ده كذا، ده الاهم من ده. هل اترك تحديد الاهمية لصانع قرار، ولا اخد من المتخصصين ان ده ممكن يكون اهم؟ هو سؤال مهم وكويس ان حضرتك سألته. انا هقول حاجة ارجو انها تتاخد، ما تتاخدش على ان هي كريتكس يعني، بس لان انا مصرية برضو وبتكلم، بس انا هقول الرأي العلمي بصراحة. يعني انا مش عارفة ليه عندنا حب شديد جدا في مصر ان احنا نبتدي بحاجة كبيرة قوي وننسى يبقى حاجة كده شكلها كبير قوي، ونبتدي بحاجة كبيرة قوي ونقول كلام كبير قوي، وننسى الحاجات البيسكس الصغيرة اللي ممكن تتعمل ببساطة شديدة. اللي بيتعمل في الخارج دلوقتي، وعلشان تعملوا كل الكلام اللي أنا بقوله ده واللي شفتوه حضراتكم بسيط قوي، في حاجة اسمها empowerment وكلها بالعلوم، أنا ما بتكلمش من عندي. empowerment دي يعني ان بيبقى فيه بالعكس مجموعات صغيرة، كل مجموعة مسؤولة عن جزء معين محدد وواضح تماما، والمجموعة دي عندها حرية التصرف ببادجت معين بفلوس معينة، وتشوف هي المشكلة ايه. المشاريع كلها اللي أنا عملتها دي ما هياش لا الوزير له حاسس بيها ولا المسؤولين حاسين، كل واحد مجموعة من تحت. المسؤول عن سلامة القطر ده هو اللي هيتحاسب لو القطر وقف، وبالتالي هو اللي بيجي لي ويقول لي لو سمحتي تعمل لنا ايه. ايوه طبعا بقيت بياخد، خصوصا لو في حالة الحكومة الكندية بياخد موافقات وامضاءات، لكن في الاخر اللي بيقعد قدامي واللي بيتحمل هو اللي هيتحمل مسؤولية اذا المشروع البحثي فشل، وهو هيتحمل مسؤولية اذا كان القطار وقف منه. وبالتالي اللي أنا بقوله إن لازم نبتدي من تحت. ممكن أدي أمثلة في العالم كله، بس هو كده الموضوع مش معقد قوي. إدوا empowerment للناس، وأنا ساعدت في المؤتمر ده إن أشوف طبعا الوزراء كلهم حاجة جميلة جدا، ولكن إن أنا أشوف كمان الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع، وكلهم متوزع عليهم مسؤوليات. هي ده لازم اللي يحصل في كل حتة بقى. يبقى خصوصا انا شفتها في يعني وزارة الهجرة، وشايفة سيادة الوزيرة وهي يعني شايفة الناس كلها متوزعين ازاي، وكل واحد عنده مسؤولية محددة. وبالتالي منشآت او اي سيستم او اي منظومة يبقى فيه مسؤوليات محددة لكل الناس، مش لازم كل حاجة انها تطلع لفوق ونعمل لها خطة عامة والكلام الكبير ده. دي بيسكس اللي احنا بنتكلم، التقدم اللي احنا بنتكلم عليه هو انه استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدام الوسائل الحديثة والبيانات وتحليلها عشان المعرفة، لكن في بيسكس قبل كده، والبيسكس دي لازم تكون موجودة. كل واحد ياخد مسؤوليته، بس تتقسم كويس، استراتيجي حلوة، بعد كده كل واحد ياخد مسؤوليته. دكتور احمد، انا اول ما سألت السؤال لقيتك عايز تجاوب على طول وعايز تعقب. يعني اتفضل دكتور. على كلام الدكتورة، يعني دايما يعني هنقول دولة عربية ما، يعني موضوع استمرارية الأعمال دوت
في استراتيجيه يا دكتور، لازم يبقى في استراتيجيه موجوده، لازم يبقى في تنفيذ واضح، لازم يبقى في كوميتمنت. القرار تنفيذ ضمان استمراريه الاعمال داخل دوله من الدول ممضي من رئيس الدوله، ممضي من بقيه مجلس الوزاره، وممضي من الاكتيفيتي المستوى الادنى، عشان يبقى انفورسمنت تنفيذ على الجهات الحكوميه وعلى القطاع الخاص. النهارده لازم يبقى في استراتيجيه واضحه للكلام دوت، لتنفيذ الكلام دوت، والاستراتيجيه دي يبقى فيها اراده وفيها كوميتمنت. مفيش اراده. رئيس الجمهوريه يمضي لك علشان ما يبقاش في سبك في الارض. لا يا فندم. طب يكمل بس، لازم حد يكمل بس يا فندم، يكمل ثانيه. اتفضل. كمل حضرتك. يعني بمنتهى البساطه يا فندم، عشان يعني الواحد اشتغل يعني في 10 15 دوله في الكلام دوت، لازم يكون في قانون، لازم يكون في هيئه مسؤوله، لازم يكون في كوميتمنت من البلد، لازم يكون في انفورسمنت بشكل او باخر، عشان نقدر ننهض بالبلد في الجزئيه ديت، لان ده موضوع خطير جدا. السلامه والامن وضمان استمراريه الاعمال واداره الازمات، ده بيزكس بتاع امن مجتمع بتاع البلد. لازم يبقى في اطار واضح، والاطار دوت يكون انفورسمنت على مستوى البلد بشكل او باخر. احنا في دوله مركزيه يا فندم، لازم يبقى في قرارات واضحه، لازم يبقى في قوانين واضحه، لازم يبقى في انفورسمنت بشكل او باخر، عشان الناس كلها تبتدي تشتغل. وده هو ده الهدف بتاعنا. يبقى عندنا 3 سنين احنا لازم يبقى ضمان استمراريه الاعمال. لازم النهارده الاستاذ شادي كان بيتكلم على تحليل، هو ايه اقدر ازاي اقدر ابقى عارف مين البنيه التحتيه الاساسيه والاحتياطيه. لازم في حاجه اسمها تحليل تاثير على الاعمال، ايه الخدمه وايه الاساسيات بتاعتها، وانا محتاج الريسورسز قد ايه عشان ارجعها، واقدر ارجعها امتى. موضوع علمي بحت. طيب يعني طيب هنعود، انا هرجع اخد من دكتور احمد ظاهر تعليقه، ولكن اسمحوا لي دكتور عبد الحليم لك تعليق، تفضل يا فندم. وانا تعليق زين وحاجه دكتور سميه برضه، هرجع لحضرتك تاني. هرجع لحضرتك تاني الدكتور احمد، بس بلاش كلمه البنيه التحتيه. البنيه التحتيه حاجه، والمنشات، بقول الاخ احمد دكتور احمد قال البنيه التحتيه، وده خطا بنقع فيه كلنا. البنيه التحتيه دي الكباري، الطرق، المصارف، الهندسه المدنيه، كل ما هو مطلوب من اي دوله بصرف النظر مهدده او غير مهدده، عشان ابني مجتمع بيتحرك. اللي احنا بنتكلم عليه حاجه، وانا عارف انت قصدك تمام، المنشات الحرجه. واتعشى من احنا نبتدي نجيع الكلمه دي تبقى ثقافه. كلام قالته الدكتوره سميه كلام جميل وكلنا عارفينه، وبضيف عليه ما هواش بس البيج داتا. المخابرات الامريكيه كانت استعانت بشغل معمول في كندا ببرنامج جديد برضو، كان بداية البيج داتا اسمه فيجوال اناليتكس، ان هم بياخد الايميل بتاعك، كل اتصالاتك، بيعمل لها نوع من الاسقاط الالكتروني، وعملوها على كاسترو، وعملوها على صدام حسين بعد ما ماتوا، لقوا ان في كلمات او كي ووردز بتظهر في اتصالاتهم قبل اي عمل رئيسي بيعملوه. المشكلة هنا ان هم عرفوا الحاجات دي بعد ما تم العمل. اللي عايز اقوله كلام الدكتورة سمية كلام جميل جدا، الدكتور رشدي حافظ والاستاذ احمد شريف ومجموعة فيه اخوة كتير جدا وبالذات في كندا متميزين في موضوع البيج ديتا، وهو مشروع جديد في كندا. العامل البشري اهم حاجة. You know the old saying، garbage in garbage out. اذا كناش هنعد العامل البشري اللي يعرف يتعامل مع هذه التكنولوجي، نقفل المحل ونروح. شكرا جزيلا. اتمنى ان احنا ما نقفلش المحل ولا نروح. دكتوره سميه تعقيب حضرتك. ايوه حضرتك ليكي تعقيب على دكتور احمد رياض، وانا سبت دكتور عبد الحليم يتكلم. هل ليكي تعقيب على التعليقين دول؟ لا بس هقول لحضرتك حاجه. اولا لازم من الناحيه العلميه نفرق، احنا الثلاثه في نفس السيشن، احنا الثلاثه في نفس السيشن، بس الـ يعني ايه، لو احنا عايزين نتكلم بطريقه دقيقه اكتر، فالدكتور عبد الحليم في جزئية والدكتور رياض في جزئية تانية وأنا في جزئية تانية. عشان كده احنا بنحاول نقدم صورة إجمالية بشكل أو بآخر للتعريف بأهمية أساسا الموضوع بتاعنا، وإنه ليه فروع كتير وليه متخصصين كتير. ما ده أهم حاجة في الجلسة، إن احنا لازم نعمل ده. هقول لحضرتك by definition البحث العلمي في مجال، يعني بتروح لو احنا النهاردة علشان علماء وبنتكلم على البحث العلمي، البحث العلمي بتروح في حاجات أدق التفاصيل، وبالتالي التعميم بيبقى صعب قوي.
يعني كل واحد بيبص من وجهة نظره، ووجهة النظر دي حاجة جميلة قوي. احنا لسه كنت بتكلم مع سيادة السفيرة امبارح وبقول ان احنا بالصدفة البحتة في المؤتمر هنا بصينا لقينا نفسنا العلماء اللي جايين كلهم وما نعرفش بعض، كل واحد مننا بيتكلم في تخصص زي ما يكون حلينا لكم مشاكل مصر كلها، كنا complementing each other بطريقة احنا ما كناش نقصدها يعني. وكل واحد مننا كلنا في الاخر بنقول نفس الحاجة، بس كل واحد مننا بص من اتجاه مختلف. وبالتالي يعني مشكلتنا التعميم actually، بالعكس احنا عايزين نروح في ادق، يعني انا تخصصي اني اروح في ادق التفاصيل مش ان انا اعمم. موضوع استراتيجية طبعا اكيد، ما انا قلت ان هو بياخد بيبقى فيه استراتيجية سواء الوزير او سواء الرئيس او حاجة بيحط استراتيجية، ومن الاستراتيجية دي حاجة معروفة استراتيجيك بلانينج، ومن استراتيجيك بلانينج بننزل لأوبجيكتيفز، الأوبجيكتيفز بقى بيحطوها الصف الثاني والثالث، والأوبجيكتيفز دي بتنزل علشان تبقى أكشن بتروح للصف الرابع والخامس، تتجمع كلها وتطلع تاني تاخد موافقة الهاي أدمينستريشن. بعد كده كل واحد مسؤول عن شغله، وما نجيش في وسط الشغل ما هو ماشي نبص نلاقي الاستراتيجية اتغيرت فجأة. فإحنا في وقت في مصر كان عندنا وزارة التخطيط وكان في حاجة اسمها الخطة الخمسية، فدي حاجة عادية في كل حتة في كل مؤسسة في كل منظومة بيبقى في دي، الناس بقى بتشتغل بعد كده في الاتجاه ده في الاتجاه اللي اترسم لها، تبقى مسؤولة عن اللي هي بتعمله، مش كل صغيرة وكبيرة نطلع للوزير، مش معقول مش هيمشي. دكتور أحمد، قبل ما نسمع رأي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقبل ما افتح الأسئلة هاخد سؤالين من الحضور، ليك أي تعليق على الرؤية المختلفة؟ هو بالعكس، هو الرؤية المختلفة يمكن زي ما الدكتورة قالت إن كل واحد باصص للموضوع من وجهة نظر مختلفة. الحقيقة إن ده بيأصل فكرة الوعي، لازم يبقى فيه وعي للخطة، وعي للتنفيذ، وعي للأدوات المستخدمة، وده بيجي بالتأهيل والتدريب، واللي يبقى أنا شايف الهدف قدامي ورؤية واضحة إن أنا بتحرك عليها سواء في المجال السلامة العامة والأمن أو في أي مجال آخر. فيمكن هو ده يمكن وجه الاختلاف. دكتور أحمد رياض كان بيبص الموضوع إن أهمية وجود خطة للسلامة العامة والأمن، دكتورة سمية تقصد إن فعلا الامباورمنت وإن يبقى فيه خطة واضحة ويبقى كل واحد عارف شغله ويحاسب عليه. مفيش تعارض، انما يجب ان احنا نشوف من وجهات نظر مختلفة لعلوم مختلفة لتخصصات مختلفة عشان نوصل للصورة الكلية. عايز اسمع تعليق من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اعتقد معنا دكتور ناصر فؤاد الامين العام لمجلس الادارة، فلو سمحتم مايك للدكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكركم كلكم، ودكتور عبد الحليم يعني مش بحضرتك بس الرفيع، انا كمان معاك عشان بس ما تبقاش سريعا جدا. دكتور عبد الحليم، احنا فعلا عندنا في التامين والامن والسلامه في قناه السويس دي لا تهاون فيها. اهم حاجه نقولها للناس والحمد لله ونمسك الخشب وقل اعوذ برب الفلق، واحنا من سنه 2011 من 25 يناير لحد النهارده ما اظنش ان حد سمع اي مشكله في الممر الملاحي لقناه السويس، وهذا لا تهاون فيه، ما فيش هزار في الموضوع ده تماما. التاني حاجه، احنا كمان بناخد السلامه والامن، احنا عندنا 6 مواني، فعندنا ما فيش تهاون في سلامه هذه المواني لان دي سمعه مصر. وطبعا حضرتك تعلم ان مش بس تعطل العمل، لا، ان ده بيأثر على الاستثمار. ما يتقال ان احنا عندنا مشكلة في سلامة او في امن في مكان حيوي، انا مع حضرتك ان احنا هنحتاج حضرتك دايما في ان احنا يعني نستفيد من سعادتك، وانا هقول بعد كده ممكن نشوف آلية. بالنسبة عندنا سكانرز وبنعمل اكس راي وبنعمل كل الحاجات دي، ليه هنحتاج حضرتك؟ احنا عندنا مساحة 461 كيلو متر مربع، علشان احنا المنطقة الاقتصادية، حضرتك قانون المنطقة الاقتصادية ده قانون جغرافي بيدي مزايا للناس اللي جوه المنطقة الجغرافية دي، بالتالي المزايا الكبرى اللي عندنا ما عندناش جمارك، بس المفروض اللي يخرج من المنطقة هيبقى عليه جمارك، وبالتالي
مش ممكن هنعمل سور زي سور الصين العظيم حوالين 460 كيلومتر مربع، وبالتالي هنستخدم التكنولوجيا يا دكتورة في ان احنا نتراك العربيات ونشوف في لوكس بتتعمل الاقفال الالكترونيه، في حاجات كتيره جدا، بس محتاجين ان احنا نعمل منظومه قويه وشغالين فيها. بالنسبه للمهندس احمد رياض، انا هاكد لك على ان احنا عندنا استقلاليه في اتخاذ القرار، فبالتالي السينرجي والمرونه اللي حضرتك قلت عليها موجوده 100%. عندنا قسم او اداره مخصوصه، والنهارده معانا متهيألي هي موجوده هنا معانا مها حسيبه، هي اللي مسؤولة عن الاستدامة والاستمرارية، بنشوف في كل حاجة بنعملها. طب الوقت عشان الوقت بس بعد إذن حضرتك. سيك هوردرز، ونشوف كل حاجة. أدعوكم جميعا عشان تيجوا تشوفوا المنطقة عندنا وتشوفوا إيه اللي بيحصل. حضرتك قلت إن مفيش ما عرفتوش إن الحاجة الأخيرة اللي حاولها بقى عشان نطلع بحاجة applicable، يعني نطلع بحاجة نستفيد منها جميعا وتبقى كويسة. يعني لو يساعدني الدكتور أحمد وانا يعني اكون اشرف بان انا اكون منسق لها، هنعمل كوميتي من حضراتكم وانا ابقى يعني معاكم فيها، حتى علشان حضراتكم مش موجودين في مصر ممكن نتقابل عن طريق اي حاجه، عن سكايب، عن اي حاجه. احنا هنعمل الشغل اللي في مصر، حضراتكم هتشوفوا بنعمله ازاي وتمونيتورت، وكل شويه تقولوا لنا نعمل ايه ويبقى عندنا. اشكرك دكتور ناصر، شكرا. الامين العام لمجلس الاداره الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، علشان وقتنا وعلشان نلتزم باستمرار الجدول صح، انا بشكر حضراتكم، بس هاخد تعليق اخير فقط لغير من الدكتور عبد الحليم. اتفضل ليك تعقيب بس سريعا لو سمحت. انا بس اقلق على كلام الدكتور عبد الرحمن، هو قال ان منظومه الامن او السلامه في قناه السويس بيرفكت، انا متفق معاه في كده، بس المشكله اللي بتكلم عليها ان قناه السويس في المنظومه الكبيره اصبحت منشا حرج، علاقتها بالمنشآت الأخرى ده اللي احنا بنتعالج فيه. فأنا لازم أكامل منظومة السلامة والأمن بتاع قناة السويس مع منظومة الطاقة، مع منظومة الصحة، مع منظومة الطعام، بحيث ان تبقى مصر آمنة وسالمة. في الآخر وقبل ما أقفل، بس لازم سيادتك لأولادي وبناتي طلب في برنامج أنا سايبه هنا وما اتكلمتش عليه لما بحبش أعمل أدفرتايزنج، لكن وانت طالع الطلبه والطالبات بس لو سمحتوا خدوا برشور منه. البرنامج بتاعنا بيجوز المهندسين للديسيشن ميكر، فلما يتكلموا مع بعض يقدروا يفهموا اللغتين، ما يبقاش واحد بيتكلم عربي والتاني بيتكلم انجليزي وما احناش فاهمين بعض. شكرا جزيلا، واتمنى كل الخير والامن والسلام لمصر، والسلام عليكم. ضيوفي الكرام الدكتور عبد الحليم عمر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دكتور احمد رياض، دكتور سميه ياقوت، دكتور احمد طاهر. بعتذر للساده اللي كان عندهم اسئله، انا اسف، هنحاول مع العلماء نجيب على هذه الاسئله لما ننزل من البانل بتاعنا. بشكر حضراتكم، وهيتسعد القاعه لاستقبال البانل التالي. عندنا الجلسه الثانيه هتكون النقل والبنيه التحتيه في خلال دقائق. شكرا جزيلا.